في القانون والدستور. خاض معارك شرسة ضد ثعالب الإخوان وخرج منتصرا متسلحا بإرادة الأقوياء. أيظنون عندما يظهر هذا القائد في 30 يونيو أننا سنفرط في هذا القائد؟ لا والله وألف لا، لن نفرط في هذا القائد. معا جميعا لدعم المشير السيسي رئيسا للجمهورية. حقيقة حزب الحركة الوطنية المصرية بيترأسه طبعا فريق أحمد شفيق، وده من أحد الأسباب الكافية جدا اللي تخلي أي حد في مصر يحب ينضم لحزب الحركة الوطنية المصرية، من أعلى القامات المصرية الموجودة في العالم. السبب الثاني هو المناخ اللي موجود جوه الحزب. حقيقة وجودي في وسط قيادات بتشرف إنه وبأفخر إن أنا كل يوم بتعلم منهم حاجة جديدة. الأيديولوجية اللي موجودة إن هم مؤمنين بالشباب ومؤمنين بالمرأة، ودول القوتين الضاربتين اللي موجودين في أي مجتمع يقدروا يكونوا المحرك لأي أمة والدينامو المحرك للحضارة اللي احنا حابين إن مصر تكون أو توصل إليها، النقطة اللي مصر توصل إليها. في حاجة كمان مهمة جدا، هو إن هم أو أيديولوجية الحزب إن هي مؤمنة جدا بالشباب. الرجل الذي أعلن مواقف ثابتة لا تتغير، ومنها كان دعمه للرجل الذي وقف خلف الثورة ووقف خلف الشعب وساند ثورة 30/6، الرجل الوطني الذي لم يفكر لحظة أن يقف ليحمي شعب مصر ضد طغيان الإخوان ويعيد الوطن إلى أحضان الشعب، الرجل الذي خلع زيه العسكري ليستجيب لنداء الشعب الذي طالبه بالترشح لرئاسة الجمهورية، الرجل الذي دافع عن الغارمات قبل أن يترشح، الذي يعرف معنى العدالة الاجتماعية. هذا الرجل هو الذي أجمع حزب الحركة الوطنية بجميع أعضائه على ترشيحه، بداية من رئيسه إلى أصغر عضو فيه وهو المشير عبد الفتاح السيسي.